كابتن محمد، واحنا بتكريم بسيط ليك النهارده، كلمة أخيرة هتقول ايه؟ اتفضل. أقول إيه؟ اللي بالنسبة كلمة أخيرة اتفضل، عايز أي تقول حاجة أنا عايزها يعني. اتفضل. أتمنى من كل قلبي، يعني أول مرة يعني الواحد أتمنى يعني أبقى يعني عندي شغف النادي الأهلي ياخد بطولة. يعني النادي الأهلي أتمنى إن هو ياخد البطولة السنة دي، لأن أعتقد إن مجلس المهندس محمود طاهر مجلس يعني قابل صعوبات كتير جدا في أول سنتين، وبعد كده الكرة بقت ماشية بشكل كويس جدا. خدوا دوري وخدوا كاس وخدوا سوبر محلي وسوبر أفريقي، فناقص بقى البطولة الأفريقية عشان تتويج ان شاء الله ان لهذا شاء الله. الرجل اللي بجد يعني أنا يعني بحييه وبقول له أنت عملت مجهود كبير جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقك في الفترة اللي جاية، سواء موجود على رئاسة النادي الأهلي أو كابتن محمود الخطيب أو أي حد تاني موجود، طالما في منافسة شريفة وقوية. يعني أنا أمنيتي الشخصية إن هو يتوج بالبطولة الأفريقية عشان يبقى نتاج ثمرة كبيرة جدا نشتغل فيها مع مجلس الإدارة السنوات اللي فاتت. كابتن محمد عمارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا في فقرة 100 سنة أهلي النهاردة كابتن محمد عمارة.